نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يشعر بها إلا المرضى، حقيقة واقعية عشنا فيها أيام وليالي كثيرة، وعمرنا ما نحس بقيمة الصحة وقيمة النعمة اللي احنا فيها واللي أعطانا ياها رب العالمين، غير لما نصاب بأي مرض، حتى لو كان صداع أو كان إنفلونزا أو كان حتى هبوط أو ارتفاع في الضغط. عشان كذا مشاهدينا الكرام، حبينا اليوم نتكلم عن سلوك محبب عمله خصوصا في رمضان، وهو زيارة المرضى. زيارة المرضى سلوك مهم جدا في الحياة اليومية العادية وكمان في رمضان. ليش؟ عشان سلوك اليوم مشابه ومقارب جدا للحلقة اللي تكلمنا فيها عن زيارة القبور. طب إيش الرابط ما بينهم الاثنين؟ استشعار. الاستشعار هو الرابط ما بين الحلقتين. في حلقة اليوم بنستشعر النعمة الصحية اللي أعطانا هي رب العالمين. وعلى فكرة كثير من الناس بمجرد زيارتهم للمريض أو سماعهم بأنه فلان مرض تتغير حياته بشكل فارق جداً. ليش؟ لأنه يبدأ يحس بنوع من تأنيب الضمير، فلان حصل له كذا وحصل له كذا فجأة، لا على البال ولا على الخاطر، محدش كان حاطط في باله أنه فلان ممكن يمرض ويحصل له كذا، فلان ممكن ينتكس. فيبدأ الشخص يراجع ضميره أنه أنا في يوم من الأيام ممكن أكون بدل فلان. الناحية الثانية، علاقة الزائر بالمريض. يعني أنا الآن لما أسمع أن فلانة مرضت وأتذكر كيف علاقتي أنا وفلانة، بيجي لي إحساس أنه في يوم من الأيام فلانة أنا غلطت عليها وزعلتها، وبرجع أحاسب نفسي وأقول ما حدش عارف بكرة بعده فلانة إيش ممكن يحصل لها، ممكن لا قدر الله تتوفى وتكون شايلة بقلبه عليا، خصوصاً إذا كنت أنا اللي زعلت فلانة. فيكون الإنسان في ذاك الوقت حريص جداً إنه يروح لعند المريض ويتسامح منه ويبدأ معه صفحة جديدة ويفتح صفحة جديدة، ويقول ما حدش عارف اليوم فلان عايش على حياة الدنيا، بكرة لا قدر الله ممكن يصيبه أي أذى. وكلنا أكيد بننتقل إلى النقطة الأساسية في موضوعنا اللي هو الفائدة، لأنه أي سلوك نتكلم عليه في أي حلقة لازم أنه يكون فيه منه فائدة، ولا محدش بيتشجع أنه يعمل هذا السلوك. فائدة زيارة المريض فائدة كبيرة جداً، ويمكن كثير مننا غفل عن هذه الفائدة. إيش هذه الفائدة تقول؟ الفائدة هذه تقول إن المريض يكون في معية الله سبحانه وتعالى. فأبا هريرة يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيرد ابن آدم: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيرد الله سبحانه وتعالى يقول: أما علمت أن عبدي فلان مرض ولم تزره؟ هذا دليل كبير أن الله سبحانه وتعالى يكون حافظ لهذا المريض في فترة مرضه، سواء كان في المستشفى أو كان في البيت أو كان في أي مكان، مدام هذا الشخص مريض يبقى هو في معية وحفظ الله سبحانه وتعالى. ما أحلى الموضوع أنك أنت تروح تزور شخص وانت عارف أن الشخص هذا متواجد في معية الله. إحساس بالفرحة أولاً، لو إحنا حسينا بكمية هذا العمل وبكمية فضل هذا العمل، هذا شيء. الشيء الثاني إنه فضل زيارة المريض يخفف عنه،
يعني أنت لما تروح لعند واحد ويكون تعبان، عارفين الحالة النفسية اللي يمروا فيها الأمراض، خصوصاً لو كان مرضهم صعب شوية، يكون شايل هم المرض ومش عارف يعني إذا الله سبحانه وتعالى بيقيمه بالسلامة ولا لا، مش عارف كم ما بقى من عمره، فيحس الإنسان أنه بدأ يدخل بنوع من الصراع ونوع من الاكتئاب والحالة النفسية. كمان من فضل زيارة المريض إن الملائكة تكون موجودة في المكان اللي المريض موجود فيه. تستشعر وجود الملائكة؟ يعني إحنا عارفين إحساسنا لما ندخل المسجد، كلنا نحس براحة وسكينة ونوع من السعادة الداخلية حتى لو ما ابتسمتش. كذلك زيارة المريض، لأنك أنت تروح لمكان يكون محفوف بالملائكة، فتخيل وانت عند المريض وقالس تذكر ولا تسبح ولا تستغفر، كم هو الأجر اللي بتلاقي، كم هو الأجر اللي بيكتبوا لك الملائكة في تلك اللحظة. عبد الله ما بتفعل؟ انا ما بتفعل. حمله ما بتفعل يا عبد الله؟ اي ما بتفعل. اي لا واتساب. واتساب؟ ما رايك طفي الواتساب وتجي لك معي؟ هيا لحظه اغلق 3G كل من حسابي. يلا اغلق 3G غلق. اها ايوه هيا تعلق معي. اين اجي معك؟ تجي معي المستشفى نسير نزور عبد الكريم. ومن عبد الكريم هذا؟ الله الله قد نسي عبد الكريم. عبد الكريم صاحب نادي فعل حادث قبل اسبوع. اوه الله انه صاحب علي. يا سليمان داري ما هو شوف انا معي يا اخي لما اسير لما اسير المستشفى بتجي لي سومه واحس يجي لك سومه؟ ايوه عبد الله هذا مشروع عذر قال لك يجي لي ساعه سومه حيها يا اخي لما بسر قبالي بسر الجرحى وبسر هذا الاشياء ولا الحين هي بدون لغاجه هيا ونسير صلي على النبي صلي على النبي ذا الله اللهم صل على محمد ايش رايك ذا الحين اعزمك عندي تجي نزلنا عند البيت تغدى ايش رايك؟ نتغدى ايوه ما رأيك نبزل الغداء أنا وانت ونسير لعند عبد الكريم نتغدى هناك وقد احنا نزوره وقد بالمرة يعني ضروري المستشفى ضروري هيا أمانة هيا أنا خايف أدوخ جنب عبد الكريم ما أنا جنبك الله قاعد أدوخ هيا هيا أمانة هيا أثناء يا مبع الله نقدر أرجني والله وبسرعة منح نسوى الله الله هيا 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 أمشي بعد ما تشوف عذر ومن الأشياء المهمة كثير إن أنت لو رحت تزور مريض اطلب منه الدعاء خلي المريض يدعي لك لأنه سبحان الله العلاقة ما بينه وما بين الله سبحانه وتعالى تكون يعني في أقرب ذروتها ليش؟ لأنه خلاص المريض مش عارف يعني أنا باقوم من هذا المرض ولا ما باقومش أنا برجع للدنيا ولا خلاص باقي لي شوية والآخرة فتكون صلته برب العالمين زيادة حبتين خليه يدعي لك دعوة المريض غالباً تكون مستجابة لكل الناس اللي قررت إنه بعد حلقة اليوم إن شاء الله تفتح عقلها شوية وتبدأ تشوف فلان مريض أعرفه لفترة ما زرتوش فلانة مريضة لفترة ما زرتهاش تبدأ تحمس نفسها إلى زيارة المريض نحب نقول لها بعض الكلمات إنه عشان تزور المريض لازم يكون لك آداب وبرستيج معين عشان ما تحسش نفسك ثقيل وما تحسش نفسك بدل ما تعمل شيء كويس تروح تعمل شيء عكسه أول حاجة إنك تختار الوقت المناسب يعني ما تصنفش تطلع في بالك إنك تزوره في رمضان تقول بروح له 2:30 عادي الدنيا رمضان 2:30 وقت سحور الناس تشتي ترتاح الناس تشتي تقرأ قرآن تشتي ذكر فحاول إنك تختار الوقت المناسب عشان تروح تزور فلان ثانياً ادعي الفلان وانت موجود عنده ادعي له اعطيه نوع من الأمل اعطيه نوع من الحماس ثالثا حاول انك تذكره بأجره انه انت الآن صابر وانه ان شاء الله ربنا بيعطي لك نتيجة هذا الصبر والله بيجزيك على هذا الصبر خير حاول انك تبث فيه نوع من الأمل ونوع من الحماس واخيرا وليس اخرا حاول انك بعد هذا كله تعطي له كلمات تعطي للواحد الأمل للتفاؤل إنه كل شيء قدر والقدر موجود من عند الله سبحانه وتعالى عشان كذا إحنا لازم نرضى فيه وإنت بتقوم وبتبقى كويس وبتروح لعيالك وبتلعب معاهم وبتعيدوا مع بعض أي كلمات تعطي للشخص هذا نوع من الانطباع الكويس عنك أولاً وثانياً تعطيه نوع من الأمل
وفي الأخير ابتعد عن دور المحقق كونان. مالك؟ إيش حصل لك؟ بإيش مرضت؟ فين عيالك؟ ليش ما يجي يزورونك؟ وبدل ما تروح تجيب للرجال نوع من الأمل، تجيب له هم وغم بكثر الأسئلة. لما نروح نزور مريض نعطيه الشيء الكويس اللي بيعطيه فائدة من زيارتك. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله ما يكونش في بالكم أي مريض، وإن شاء الله كلكم تكونوا بصحة وعافية وبخير، وصحتكم دائما إلى الأفضل وإلى الأحسن. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، على أمل لقائكم بكرة على نفس الموعد ومع سلوك آخر، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك، نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا، نخلي الفرحة تسود. مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود.